الكاظم، السلام عليكم. أنا أشدك ابني باسم الزعاق انخطف، طلع يصور ويا المتظاهرين السلميين. لا هو طالب حزب، طالب رتبة، ولا هو طالب منصب فشي، ولا هو منتمي الحزب، ولا هو شايل سلاح. أريد من الله ومنك ترحم حالي، ترد لي ابني، ما مسوي شيء. ارحموني وارحموا عائلتي. كيفك كيفك يا عيون أمر ربك؟ أريد منك ابني، والله ما عنده شيء، ولا هو شايل باسم الزعاق. الله يرضى عليك، جزاك الله ألف خير.